عليكم، كي دايرين؟ بخير. كي درتو مع هاد الصعوبات؟ اليوم اش ندير معاكم؟ لي هامبورغر هما اللي غادي ندير الغدا. الصراحه اليوم الجمعه ما قدرتش انني ندير كسكس مع هاد الحراره، والله ما غادي نقدروا ناكلوه. انا ما مولفاش زعما ما نديرش كسكس نهار الجمعه، ضروري عندي ضروري، ولكن هاد الجمعه هذه قررت انني صافي غادي ندير غير لي هامبورغر. انا ديجا فايته مصيبه معاكم لو با هامبورغر، دونك هاو ديجا صوبته، فايته مصيبه معاكم، غادي تلقاوه في شي فيديو من الفيديوهات ديالي اللي قدام. عندي لي ميني هامبورغر ديجا درتهم معاكم، وعندي لي غون بجوجهم الكبار والصغار. دونك بالنسبه للكفته ديالي خديت هنا البصله، واحد البصيله شحرتها زيت العود مع مليحه ومع البزار، غادي نخليها حتى تشحر ليا مزيان. والكفته ديالي حتى هي راه واجده، درت فيها لقامه، صبور ومعدنوس، مليحه، تحميره، الكمون، شويه البزار، وخلطت كلشي. والبصله ديالي فيها غير شويه الملحه حيت غادي نخلطها مع الكفته، ما خاصهاش تكون مالحه بزاف، والبزار. دونك اون فوا غادي تنزل ليا مزيان وتشحر ليا هاد البصله، غنوريكم كيفاش غادي نخلطها مع الكفته. ومن طبيعه الحال لي فخيت ضروري مساند الرسمي ديال الهامبورغر، دونك نقيتهم خليتهم هنايا في الماء على ما نجي نقليهم ونصفيهم. دابا تشحرات ليا هاد البصيله، شفتوا لا كولور ديالها تغيرات، يعني تحمرات ليا مزيان. صافي غادي نطوي عليها، خليها تبرد واحد شويه باش نقدر نخلطها مع الكفته. الكفته ديالي غادي نزيد فيها دابا داك البصله اللي شحرنا، كتعطيها واحد المذاق غزال. انا عارف قمه ما تلقى ما ندير، يا تندير دي ساندويتش يا تندير دي هامبورغر. صراحه راه الوليدات راه هادشي اللي تيبغيو، سورتو فهاد الصيف، ولا لي بات. تقول لي الطاجين ولا هكا صغار زعما فاش نديرو، ملي تنتوحشوه صافي. اما راه هادشي دابا اللي خدام في الصيف. بالنسبه للكسكس انا تنبغيه ملي تنكون هكا في العروبيه، تنحماق انهم يديروا هكا كسكس، سورتو الكسكس ديالهم لا يعلى عليه. واخا نعياو ما نطيرو ننزلو، ما تنجيوش بحال الكسكس ديال العروبيه، تيجي غزال ملي تتمشي هكا العروبيه وتيحطوا لك داك الكسعه، يا سلام. صافي دونك انا خلطت داك الكفته مع البصله اللي شحرنا. دابا لاصوص اللي غادي ندير، غادي ندير فيها جوج فرماجات، واحد المعلقه كبيره ديال المايونيز تكون عامره، وغادي نحاول نخلط هادشي كامل. ها شويه ديال البزار، ما ديروش الملحه لان ديجا الفرماج مالح. هاد لاصوص هي اللي غندهنوا بها الهامبرغر ديالنا، حتى هي راه فايته مصوبها معكم ديجا. دابا انا غير بغيت نشارك معكم هاد الاكله، وحتى الناس اللي يلاه دخلوا عندي جداد يشوفوا الهامبرغر راه بغيتو يجي لذيذ، وفعلا راه تيجي او توب، لان الفيديو السابق راه خدا مشاهدات عاليه. في نفس المقله اللي قلينا فيها الكفته البصله عفوا، خديت واحد طرف ديال الكفته ودرته هكا على شكل دونوتس، لان ولادي بغاو فيه البيض الداخل. دونك الكفته غادي ندير لها هكا على شكل دائري، وفيها واحد الثقب في الوسط، ومنين غادي تطيب لينا واحد شويه ونقلبها غادي ندير فيها بيضه، غادي نفقص فيها بيضه. نشعل عليها دابا بالعافيه، نخليها تشد راسها واحد شويه. هاي دابا شدات ليها راسها واحد شويه من التحت، دابا غنحاول انني نقلبها غير بشويه. باش طيب ليا حتى من التحت نزيد واحد شويه ديال زيت العود الوسط، باش ندير البيضه ما تسقليش. ها
مي غنخليها حتى تطيب ليا مزيان. دابا غادي ندير البيضه الوسط. ونخليها حتى تطيب. نبقاو هكا شويه نحلو هكا باش لي ما طابش يهبط لتحت يطيب. نوريكم في الاخر كيفاش غادي تجي. بقاو تحاولوا معاها تطيب لكم مزيان من الداخل. غادي ناخذ البامبرغر ديالنا بريسيتو واحد شويه حمرته في البريسه ديال الخبز. غادي ندهنو ديك لاصوص اللي صاوبنا. وغادي نجيب الكفته اللي درت مع البيض غادي نحطها هكا الوسط. من بعد غادي ندير عليها فرماج نحدها مازال سخونه باش يذوب لينا. من بعد غادي ندير شويه ديال لاموطارت. وغادي ندير شويه ديال الكيتشوب. غادي نسد الفريت ديالي في هاد الاثناء راه تتقلى هانتوما باش تيجي بالشكل العادي حتى بوحدها بلا بيض. تناخذو لومبورت بيس وتنقادو فيها الكفيته ديالنا باش تجينا دائريه. نشعلو عليها العافية ونحيدو لومبورت بياس بيان سور. مرة مرة نبقاو نقلبوهم من جوج جوايع باش يطيبو لينا مزيان. حتى يطيبو تا هما نديروهم بلا ميم فاصون في البامبورغر بالفخوماج وبالموطارد وبالكيتشاب. لي بغيتي دي ترونش ديال مطيشة خاص كلشي يقدر يديرو. هو الهامبورغر ديالنا واجد. هانتوما كيفاش تيجي من الداخل سورتو بداك البيض والطوماط تيجي غزال بزاف. دونك لي عجبتو الوصفه ديال اليوم ما ينساش يضغط على زر الاشتراك ويدير ليا جيم باش يوصلو كاع الجديد. الى اللقاء.